تعالى يا سلمى شوف ريتك البيت متاع دردعت جبال. دردعت جبال بشنو؟ دردعت جبال تبارك الله عليه الرجل ذي قديش وصوته جبلي هكا تحسه. يا سلام يا سلام. حتى في الأغنية الفكاهية لحن في اليوم الوطني للعلم غناها سي محمد المورالي لحن في مقام الرصد. أغنية فكاهية معناها باش تعرف سي بسيس يكتب مش بسيس نتاعنا ذي بسيس مش برهام يقول أقرأ واحفظ يلي تسمع ما تكونش مغرور كون كيفي أنا متعلم راهو العلم نور. أي كيفاش العلم النور هذي كنت في علم التاريخ هذه هي يا محمد والقيدة اقرا واحفظ أيوة. اللي تسمع اقرا واحفظ مش محضرين انا لا والله لا 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 سي محمد زعبار راهو العلم نور. نحب نفهم حاجه محمد تو هو تكلم عليها وانت بالصدفه لقيتها متفاهمين الغنيه ذي عندها علاقه بيك ما فهمتش فما حاجه فما حاجه في الغنيه تمس فيك معناتها لا وشوف الـ وشوف الذكاء في الكتابه يقول له كنت في علم التاريخ اول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربيع الثاني شمشوم كان اقرع وضعيف وتاريخي ثابت اصلاني عنتر ابيض مش وسيف عند رميد مجدي وقيس وليلى اثنين توامة ماتوا فبكسور أحسن نعم. تجربة إذاعية في إيه فهم وأنا متأكد أن التجربة هذه بش تكون معناتها معناتها ما هيش كما تجاربك الساعة التلفزية السابقة لأنك في تجاربك التلفزية السابقة نذكر منها أهم تجربة في البرامج الثقافية في تونس والله وهذا على مسؤوليتي ونتذكر الديكور اللي شد فيه الصدق بوعبان بالذات وقتها الله يذكره بالخير سي صادق مباحث في دنيا الثقافة الجديدة. أي في مباحث وقتها في دنيا الثقافة معناتها نحب ناخو معاك فقط معناتها جوست التجربة هذية بزي على شنو شو تعمل فيها بالضبط والله يا أنا ما كتعرف أخوي على البنك أنا يعني ملي جيت الثورة عملنا ضربات شوية مع نسمة ومن بعد يعني تبدلت الرياح والنسمات ما عادش تفهم مع نسمة؟ يا أخي ما هو رقوني ما كتعرف في تونس التكريم وحين تستبدل الكاف بالبتاع ويعني رقوني إلى جينيول ولا رجعوني جينيول مطر لا لا أنت ما تخليش أبدا شو رجعوني جينيول رجع ما في نسمة وليت جينيول لا ماكش جينيول لا في نسمة وليت في برنامج متاع الجينيول في البرنامج اي معناها حسن بن عثمان يعني كان جينيول ما تجيش تاع حسين وتشيمنا فيهم هذم ناس يعني مع عباقرة انا العباقرة بنسيس في روحي في فهم هي هاو يعني معناها اتصل بي اخويا نوفر يعني في اخر الصيف يعني في رمضان وكذا قال لك تجيب حدا وقال لي تجيب حدا انا بحدا سامي الفهري وجماعه وكذا يا قلت له علاش لا انا بالنسبه لي سامي الفهري وكل العصابه هذيك العصابه الحوار التونسي تعجبني يعني الحقيقه جماعه معناها من ارشق ما فما يعني في التلفزيون وسامي يعني عنده يعني رجل نتاع رهانات هايله قلنا باهي فنجربوا حظنا معاه يا اخي ما خطفتش علاش ما خطفتش في والله العظيم هذا يسال عنها ناس اخرين من لا اسال عنها لا والله ما نثبت فيه لا اريد انا بيرسونيل ما والله ما نثبت فيه وقت في الاثناء يعني اتصل بي رؤوف بوشناق انا ما نعرفوش الحقيقه رؤوف بوشناق اسمع رؤوف ماك تيني محفظتها رؤوف ماك رؤوف تحفون بارك الله عليك يا اخويا بصراحه رجل يتكلم بلغه جديده واقترح لي هذا المقترح ان اكون انا يعني كرونيكر معهم ايش معنى كرونيكر نبال زعما واش معناها كرونيكر نبار نبار في الفيراج نبار معنى الناس نبار واحد تجي يعني تعمل ملاحظات هاكا ممكن نبار ساعات يعرف اكثر من اللازم شويه لكن متعه اللعب ما عندوش ما يهمناش ويعني مشينا انا شفت هالقناه هذه ومعناها طلعت على الحصه وعلى المشاركين فيها الحقيقه حاجه وبدات معهم نقول لك معناها انا فرحان جدا بهال التجربة هذه في بدايتها أنا عندي ثلاثة أسابيع ما كملتش الأسبوع الثالث إنما يعني البلاتو بتاعنا يعني مزين يعني فيه رافة ذي ولد يعني خارق بارك الله عليه اللهم صل يعني فتح المولدي أيضا طولا وعرضا الحاج وتركيزا وقدرة على يعني إدارة حوار وبرنامج بارك الله عليه الخياطة يعني وترزي مهم يعني في ربط الكلام
وتسيير الحصه يعطيه الصح. وفما خونا فتح المولدي وهو فتح. يعني شخصيه عظيمه في مجال الاعلام الرياضي وغير الرياضي وايضا في القانون والحقوقي ولا بالنسبه لي نحس باطمئنان كي نكون الى جانبه الواء ما نخاف من روحي انا يعني ننزل ساعه لا عندك انت يا ودي يضلي بحذايا يا اخويا فاتح يشد يفرني اليوم. فما الحاجه ذايا منصب بن سعيد يعني من الذ الحاجه هذاك حاجه اروع اروع حاجه لذيذه وانا نتعلم منه شيخ معاه الحقيقه. وفما حنان الشقراني هذه معانا وحنان عندها ضحكة يعني عالمية يبدو أنها أصبحت يعني عندها هواء في أسماع التوانسة ويحبها وهي خفيفة الروح والظل ورشيقة جدا. وأيضا فما واحد هذا غريب يا علاء هذا صابر محمد صابر الوسلاتي يعني أنا أقول أن هذا الرجل سيكون له مقام كبير الحقيقة يعني عنده قدرة تعلم على توفيق الجبالي نوعية معينة من السياقة لغوية ومن نوعية من معينة من الإلقاء وكان يقطعها بطريقة خارق العادة ونعم المعلم أي والحصة يعني سريعة جدا إذاعية وأنت تعرف إذاعة حبيبي أنا عادة ما تعرف متاع الندوات متاع الواحد يثرثر يعمل محاضرة في عين غادي ما فماش كلام بالسيكوند يحسبوها لك ولذلك ساعات نظلي أنا أتعثر بكلماتي وأنا نظلي خالت على يعني الشبيبة يعني الحية والسريعة في نبضها وإيقاعها وإن شاء الله نحن نكون يعني إن شاء الله مفيدين على كل أنا نتمنى لك نتمنى لك النجاح والتوفيق إن شاء الله مفيدين يعني والتوفيق حسن بن عثمان يعني على كل اللقاء لذيذ معاكم مع حسن بن عثمان والفنان القدير سلاح مصباح. سلاح مصباح باش نواصل معاك الجمعه الجايه ونذكر اميمه حب الله ربي ريزيرفي سبيسيال سلاح مصباح يعني نهار كيما اليوم اي كيما اليوم الاربعه جايه عندك معايا الباقي الحصه الوعد احسن نعرف مشاغل وعد والوعد لله محبه في خويا علاء نعرف وكتعرف الزملاء ما يلزمش ننسى اسم اميمه يعني في هذه الحصه أي. معناها فتاه يعني جيده جدا ومن الشبيبه اللي تعطيك الامل في الحياه انه التوانسه عندنا شبيبه الله مصلي على النبي عليه وخلطت معنا واحده اليوم جديده اسمها ندى وهي في التنميه البشريه وان شاء الله ربي يوفق الجميع ان شاء الله. على كل شكرا لك حسن بن عثمان على الحضور معنا نعتذر لكل متتبعي هاتش عندك للزميل الشاكر بالشيخ قطعنا منه توا 9 دقائق مازالت دقيقة ونكمل العشرة دقائق شاكر باش يرجع بعد قليل شاكر بالشيخ من زملائنا القدامى شاكر بدا معانا تتذكر ولا في بداية قناة 21 نعم تعرف نحكي هناك الشبيبة هذيك هي اللي 95 96 97 98 نعم 98 هو على أول واحد يطلع في قناة 21 حاصلك القناة ما عملت في وقتها عمايل عديدة الحقيقة ونحن ساعتها يعني والله جبت لي فكرة متاع اسمعني الحصة اللي بعد اللي باش نعملوها سلاح مصباح الأربعة جاية نجيبوا لزلي تقبل متاع قناة 21 الكل هذوكم لابد جيبوا شرط فيا عليك استدعاني قال لي تغني لي يا حاسدين الناس يا حاسدين الناس يا سلاح مصباح بارك الله عليك يا سلاح انتهى التوقيت انتهى التوقيت شكرا لك سلاح مصباح شكرا لك شكرا لك حسن بن عثمان في الاعداد مروان بوميزه في تنسيق سندب بن خليفه تغطيه مرئيه ايوب بن مسعود خرج محمد زعبار تصبح على خير.